امبارح ايضا سياده الرئيس كرم عدد من النماذج المشرفه من ابناء محافظه المنيا اللي حصلوا على جوائز علميه او كان ليهم دور خدمي وتنموي في خدمه محافظتهم. حقيقي مصطفى كمان من ضمن المكرمين كان الدكتور ضياء عوض ابو العطا الحاصل على الجائزه الاولى لتصميم ميادين العاصمه الاداريه، هو معانا دلوقتي على التليفون. صباح الخير، نعرف منك يعني رحلتك واعمالك المميزه وكواليس لحظات التكريم. صباح الخير على حضرتك، اهلا بيك. صباح الخير يا مصطفى. اهلا بحضرتك. صباح الخير استاذه بسنت. صباح الخير استاذ مصطفى. صباح الخير. اهلا 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 يا فندم، الف مبروك في البدايه. وعايزين طبعا يعني قبل ما نخش في تفاصيل الاعمال التجميليه للعاصمه الاداريه، عايزين نعرف لحظه التكريم كانت عامله ازاي؟ استقبلت الخبر ازاي؟ استقبلت التكريم ازاي؟ ردود الافعال في محيطك ايضا كانت عامله ازاي؟ زي ما حضرتك الاستاذه بسنت بدات المقدمه بتاعتها، ان هم الناس اللي كان ليها دور في الخدمات المجتمعيه، فكان في ترشيح من جامعه المنيا بالنسبه لي، بما ان انا لك اللي شرف ان انا شاركت في معظم الايفنتات او معظم الاحداث الخاصه بالوطن. ف لحظه التكريم طبعا اي حد يتمناها، لكن الكلام بيبقى حاجه مختلفه عن الواقع. ايوه طبعا الواقع مختلف جدا جدا طبعا، وفكره انك تقابل سياده الرئيس ده احساس مختلف مفيش شك، يعني اي حد يتمناه. هو في الحقيقه كانسان انا ده عن تجربه حصلت معايا فعلا، مجرد ان انا بسلم على سياده الرئيس يعني انسان مصري اصيل في ترحاب يعني بشكل جميل جدا جدا، فكانت حاجه كويسه الحمد لله بحمد ربنا عليها. ارجع تاني للنقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها، التكريم نفسه، التكريم كان الخدمات المجتمعيه اللي انا شاركت فيها من خلال البلد. بكون ان انا انتمي لجامعه المنيا، احد ابناء جامعه المنيا وكليه فنون جميله، انا حاليا استاذ مساعد بكليه فنون جميله جامعه المنيا قسم النحت. شاركت في تصميم ميادين في مسابقه تصميم ميادين العاصمه الاداريه، والحمد لله كان لي نصيب المركز الاول، وكان معايا فريق عمل اصدقائي وزملائي الدكتور وليد شوره قسم عباره والدكتور احمد السدائي قسم العباره، كنا فريق متكامل خدنا المركز الاول على تصميم الميادين كلها، وان شاء الله احنا يعني منتظرين في حيز التنفيذ بعض الميادين منها حاليا. دي كان بالنسبه لميادين العاصمه الاداريه. طريق الكباش كان ليها نصيب ان انا نفذت كل المراكب الفرعونيه، تماثيل النحت، الاعمال النحتيه بالاكسسوارات من خلال فريق عمل كبير، طبعا كلنا احنا عارفين حجم المشروع طبعا الاحتفاليه كان ضخمه جدا، فانا كنت جزء من الناس متخصص بتنفيذ المراكب والتماثيل الفرعونيه كلها والاكسسوارات. وكان في مؤتمر مناخ كوب 27، كان في جرين زون مجموعه اعمال نحتيه وتماثيل واعمال ديكور، كان ليا نصيب الحمد لله ان نفذتها كلها من خلال شركات كتير. ومنتدى شباب العالم قبل كده كان في القاعه الرئيسيه اللي فيها المسرح سياده الرئيس، اعمال نحتيه وتماثيل واعمال ديكور. فدي الاعمال الخاصه بالإيفنتات. فنان كبير يا دكتور والله، يعني اعمالك كلها مهمه وكلها شفناها، وفي الحقيقه كلها حازت على يعني مش بس اهتمام من العالم كله، لا كمان اعجاب من العالم كله. هل كنت متوقع التكريم ده؟ وردود الفعل بقى من الناس اللي حواليك كانت عامله ازاي؟ لا ما فيش شك انا ما كنتش متوقع اي تكريم طبعا، يعني احنا دايما بنشتغل ويعني بنشتغل باخلاص بحكم تخصصنا بحكم موهبتنا او بحكم شغلنا، لكن ما فيش حد بيتوقع او منتظر تكريم بمعنى اصح. لكن المفاجاه طبعا ان حصل تكريم زي كده ومن سيد رئيس يعني عبد الفتاح السيسي، فده شرف اي حد يتمناه، ويعني الحمد لله طبعا ما فيش شك يعني دي احساس مختلف تماما تماما. طب على ما حضرتك تكون يعني معاك فريق من كليه الفنون الجميله، وحضرتك يعني ربما شرفت بالتنسيق معاهم، معاك عدد كبير كلكم من المنيا، والمنيا عارفين ان هي بيسموها عروس الصعيد لان هي فيها كل يعني العصور اللي مرت على تاريخ مصر، فيها اثار اسلاميه وقبطيه وفرعونيه، وفيها عدد كبير من اجمل ما انتجت الحضاره المصريه القديمه من اثار. هل ده اثر على تصاميمكم؟ يعني اشمعنى
اللي ياخد تصاميم العاصمه الاداريه يبقى منياوي، ما هو برضه في حاجه هنا ولا ايه يا باشمهندس؟ لا اقول لسيادتك يعني بدايه لسه اوضح نقطه لحضرتك، انا مش من المنيا لكن عشت في المنيا اكثر ما عشت في اي مكان تاني. تمام. واشرف ان انا اقول ان انا حاليا ان انا بس حضرتك يعني من جامعه المنيا، ترشيحك جه من الجامعه صح كده؟ انا الجامعه بصفتي استاذ في جامعه المنيا بالظبط كده، لكن انا هنا انا طالب في كليه فنون جميله من سنه 93. فانا عشت في المنيا اكثر من 30 سنه، كان ليا فرص كتير جدا ان انا ممكن انقل اي جامعه تانية، الا ان المنيا زي ما حضرتك بدات، المنيا بلد مختلفه تماما، طبيعه البلد نفسها مختلفه، التاريخ القديم تل العمارنة وبني حسن والاثار الموجوده، وانها بتجمع ما بين مجموعه اثار مختلفه، فده كان سبب يعني معظم الناس يعني يحبوا ان هم يعيشوا في المنيا، وبالاخص الكليه عندنا كليه فنون جميله، يعني من حسن الحظ انها بتجمع يعني عدد من الاساتذه والفنانين المميزين على مستوى مصر. البيئه بتساعد على كده. البيئه هنا بيئه تعليميه، يعني في جامعه المنيا بيئه تعليميه، يعني ما فيش اي وسائل غير التعليم. فكان ده كان سبب لينا كلنا احنا نستفيد ونتعلم، ومش انا بس، انا وزمايلي كتير جدا جدا حبينا الموضوع، حبينا الكليه وعشنا فيها، ما انا بقول لحضرتك من سنه 93. فبالتالي اللي حضرتك بتتكلم فيه طبيعه النيل، طبيعه المناطق الجبليه، طبيعه المناطق الاثريه كلها، يعني مجرد ان حضرتك تكون موجود هنا في استلهام، في بتعمل حاله روح الاجداد يا دكتور، روح الاجداد. طيب يعني فعلا الواقع مختلف. صحيح. دكتور ضياء، حضرتك يمكن امبارح شفت الحزمه من الاجراءات والقرارات المهمه اللي اتخذها السيد رئيس عبد الفتاح السيسي، كنا لسه بنتكلم يمكن عن رفع المعاشات ل 15%، شفنا قرارات كتيره جدا، شفت ده ازاي وايه الرسائل اللي حابب توجهها؟ والله يعني انا اعجبت جدا جدا ان الرسائل دي وصلت في التوقيت وفي مكان مهم جدا كبلد زي المنيا. يعني انا ما بخبيش على حضرتك انا اتفاجئت، يعني المؤتمر المعمول في المنيا الناس كلها مش متوقعه حاجه زي كده تحصل، لكن فكره ان الرئاسه توصل معلومه في بلد زي المنيا دي معلومه مهمه جدا ورساله مهمه جدا جدا. احنا بنقول ان المنيا يعني من البلد فعلا اللي شغله اهتمام الرئاسه حاليا، وانها خطوه باذن الله يعني يبقى في تقدم اليومين الجايين. ففكره ان الرئيس يقول معلومه زي كده او قرارات زي كده في مؤتمر في المنيا، فاعتقد ان دي حاجه كويسه جدا هتحسب للمنيا فيما بعد. الناس كلها دلوقتي مبسوطه بالمنيا، بيقولوا يعني المنيا وشها حلو علينا، فدي حاجه كويسه مفيش شك. نشكرك الدكتور ضياء عوض ابو العطا الحاصل على الجائزه الاولى لتصميم ميادين العاصمه الاداريه، شكرا لك يا فندم.